وهذا بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة، يعني غير هذا الصنف من الكوسة ما نزرع أبدا ولا نفكر في أي بذور أخرى، وننصح بهذا الصنف على أعلى مستوى. هذه كوسة شروق ستار من أجري ميكس الأسبانية، كوسة شروق ستار من شركة أجري ميكس الأسبانية. هذا الصنف لا يعلى عليه وليس له أي منافس في السلطنة. احنا اليوم 16/3 الأربعاء، ما شاء الله الشجر زي ما انتم شايفين والحمد لله لا فيها فيروس ولا فيها أي شيء، وفيها يعني ثمار جيدة وتقطف باستمرار، وربنا بس يرحمها من ثاقبات الثمار هذه ذبابة القرعيات، هي الهم الأكبر. هذا كوسة شروق ستار من شركة أجري ميكس الأسبانية، ننصح بها جميع مزارعين الكوسة في السلطنة، غيرها لا حد يفكر في كوسة بكل أمانة. والله زي ما بقول لكم يعني شيء يشرف ويبيض الوجه. كوسة شروق ستار من أجري ميكس، مزروعة عندنا في منطقة الشرقية، ثمار جيدة، إنتاج غزير، أشجار قوية جدا مقاومة للفيروس، الحمد لله رب العالمين. تحياتي لشركة أجري ميكس الأسبانية.